السلام خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير. الحلقة ديال اليوم ولا الفيديو ديال اليوم هو حول كيفاش نديروا هذا الجراف. فهذا الجراف اللي كيتسمى سان بورست ولا لوغايون دو سولاي، بعض المرات ما كنلقاوش في كاع لي فيرسيون ديال الاكسل. انا في هاد الفيرسيون اللي عندي كاين، ولكن بعض المرات في دي فيرسيون اخرين ما كنلقاوهم. هادشي علاش بغيت نخليه سو فورم واحد الفيشي بارطاجابل باش الناس اللي كيستعملوا هذا الجرافيك، يعني واحد الجرافيك اللي كيزين كما كنقولوا الابحاث وكذا. دونك الناس بزاف الناس كيبغيو يستعملوه. دونك هو كتلقى في هاد ليكون هادي، ولكن اغلبيه ديال لي فيرسيون ما كتلقاهمش لانهم يعني ما كيكونوش اما مفعالين ولا شي حاجه اخرى. دونك هو هذا لوغايون سولاي. دونك انا غادي نخلي لكم هاد الفيشي بارطاجاب. دونك هنا في كتدخل لي دوني، ما عليكم غير تغيروا ديروا لي دوني ديالكم. مثلا هنا مثلا ندير 100، كنجي راه كتبدل اوتوماتيكمون كيتغير، شتي. دونك ما عليكم غير تدخلوا لي دوني ديالكم هو غيعطيكم الجراف اوتوماتيكمون. نتمنى تكون هذه المعلومه نفعتكم، تلاقاو في ساعه الخير. السلام عليكم.